ونعود للصحافة السعودية وجريدة الرياض تحديدا التي تتحدث عن هذا التقرير بالتفصيل عن تصريحات أمير قطر، والعنوان يقول: تصريحات لأمير قطر تخالف توجهات الإجماع العربي والإسلامي. وصفت جريدة الرياض هذه التصريحات بأنها تصريحات مستغربة، خاصة تحديدا ربطت بين هذه التصريحات وبين النتائج التي أسمتها الصحيفة بنتائج مبشرة اللي نتجت عن قمم الرياض الثلاث وكان لها أصداء إيجابية واسعة في العالمين العربي والإسلامي ومختلف دول العالم. تحدثت جريدة الرياض واهتمت تحديدا بتصريحات أمير دولة قطر اللي رأت أنها تخالف توجهات الإجماع العربي، واهتمت تحديدا فيما قالوا عن إدارة الرئيس الأمريكي. من ضمن تصريحات أمير قطر قال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه مشكلات قانونية داخلية، وتحدث مرة أخرى عن قاعدة العديد العسكرية اللي قال فيها أنها تحمي بلاده من أطماع دول مجاورة، وأكد أنه ترامب يواجه مشاكل داخلية، وبالتالي فكرة التغيير لهذا التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين قطر ليس سهلا أمام أي إدارة، في إشارة لإدارة ترامب. أيضا اهتمت جريدة الرياض بدفاع قطر بشكل أو بآخر أو هجومها لما أسمته حملات تتعرض لها. كان كلام أمير قطر تحديدا بيقول إن ما تتعرض له قطر من حملة ظالمة تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، ووفقا لكلام أمير قطر يقول أنها تستهدف ربط قطر بالإرهاب وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار، وأكد أن هذه الحملة معروفة الأسباب والدوافع، وبيقول أن احنا سنلاحق القائمين عليها من الدول والمنظمات حماية لما أسمى دور قطر الرائد إقليميا ودوليا. واتكلم وجاء في حديثه بشكل واضح أنه هو بيرى أنه هذه الحملة موجودة أو مواجهة من بعض الدول ونعلم أهدافها وأنه سيواجهها، وكأنه بيدافع أولا عن هذه التصريحات قبل أن يبدأها. هذه التصريحات اللي وصفتها معظم الصحف العربية بأنها تصريحات متناقضة. أيضا شدد أمير قطر على علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية اللي ركزت عليها جريدة الرياض تحديدا، وقالت أنها علاقات قوية ومتينة رغم التوجهات اللي وصفها أمير قطر. وصف توجهات الإدارة الأمريكية بأنها توجهات غير إيجابية للإدارة الحالية.